السلام عليكم، عدنا اليكم في مقطع جديد يا جماعة الخير. واليوم راح اشوفكم طريقي نحو الجامعة وبالاضافة الى بعض الاشياء داخل الجامعة. فشباب اليوم الساعة 6 الصبح، هسه احنا طالعين الساعة 7. اوكي شنو اليوم الساعة 6؟ المهم شباب احنا بالطريق حاليا رايحين على مود ننتظر الخط او المنشأة. التصوير بيض، الصوت بيض لاني فكرت الفكرة متأخر. اليوم راح نشوف كثير أشياء حلوة بالكلية مالتنا. ما راح أقدر أصور لكم الخط، أوكي، بس أعتقد راح أقدر أصور لكم المنشأة نفسه، لأنه بالداخل تعرفون بعد عراقيين ما نقدر نصور جوا خصوصية، لأن أكو همتين عندنا بالأخير بنات، فما نقدر. عادي يطلعون بالكلية بس مو عادي نصورهم بالمنشأة، عادي نشوفهم كل الناس بالكلية بس مو عادي نشوفهم بالمنشأة. هذا مكاني المفترض توصلني المنشأة، تمام، بهذا المكان وراح نشوف. واخيرا شباب جت المنشأة. طبعا وصلنا المدخل الرئيسي شباب للكلية، هذا الباب. هناك ما راح اقدر اصور بسبب انه هناك يعني مثل السونار تفتيش، اوكي، ذاك المكان فمثل السونار يعني تفتيش، راح هويتي هناك تنأخذ. اوكي نكمل لما اعبر هذا التفتيش او مال البطاقة يعني الهوية مالتي. اوكي اكو شرطة وكذا فما يصير نصور. اوكي بعد ما عبرنا صار وراي هسه هي عندكم بالبداية المسبح. شباب يموت المسبح، بس هسه الدنيا اكيد باردة ما راح نحب المسابح. هي حديقة بسيطة بالبداية، يعني فتشي حلو مرتب بالبداية. بعد هاي النافورة، لكن النافورة لا مطفية، حرامات والله كانت جدا حلوة. يعني بالأيام اللي كنا نجي الصبح ضباب وكذا كانت، وأتخيل حجمها كبير، بس لما يروح الضباب تكون صغيرة مثل ما جاي تشوفون. ما أعرف يعني شنو هذا، حتى بالألعاب شباب الألعاب لما يحطون ضباب تحس ما بكبير، هنا لا حبيب والله لما يروح الضباب. طبعا شباب هدي اصور لكم اليوم اخر يوم راح اداوم بيه حرفيا، بعدها يعني امتحانات. هنا عندنا مسرح الجامعة شباب، يعني يقومون بيه بعض فعاليات، تصير بيه نوبات ويلقون كلمة وكذا اجتماعات ومن هالسوالف التعبانة. هاي هنا لما تصير فعالية رفع علم او شيء او احتفال تخرج، راح يكون بدايته من هنا، من البداية تنعرض على هاي الشاشة الكبيرة بعض الفيديوهات. هذا المكان اكثر مكان زرته بحياتي، اللي هو مركز الإيجار، قصدي مركز الصحي. دائما اطب من هذا المكان يكون مركز صحي ذاك المكان. المسبح راحه نفسيه، يعني ليش مخليهن حتى الواحد من يطب يتعالج قبل لا يوصل المركز الصحي؟ شلون خباثه. هاي شباب المكتبه المركزيه، اوكي صايره قريبه من يمنا. يعني شباب والله اكثر مكان احب اروح له، لكن ما عندي مجال نهائيا، وقتي جدا محدود، انه يعني المنشأة مالتي تروح، فما جاي اقدر اطب للمكتبة. وان شاء الله يوم من الايام انه اقدر اطب واقرأ الكتب اللي بنفسي واشوف شنو الداخل. هاي الماب مال الجامعة، انا بنهاية الماب القسم مالتي. او ماي جاد، يعني تقريبا اظل اكثر من 5 دقائق بس امشي شباب، راح تخيلوا بس 5 دقائق انا امشي على مود اوصل للقسم. او شيت هو بيجو اجين، رجعنا للمكان. طبعا شباب هذا القسم الداخل، هنا بعض حديقة شوي، اوكي، ومن هنا على الاشجار هناك الملعب. اذا قدرت اصور لكم اياه بالاخير، ما ظل لي وقت، لازم اخر المحاضره الساعه 9، بس راح اصور لكم على السريع. اوكي بما انه هنا ما تكلمت بالمقطع، فلذلك استغليت المونتاج على مود اتكلم وياكم، واقول لكم حطوا ان لك وتابعوني، وان شاء الله عايد لكم بسلاسل اسطوريه وفيديوهات جديده. الموقع هذا غريب، شوف هذا الدرج، اقسم بالله الدرج اكثر شيء متعب يا اخي، درج يا اخي. شوف لازم هنا هدوء، لان اكو بعض قاعات امتحانيه ما يصير نسولف بصوت عالي. اوكي طبعا هاي اللي حدس احنا بالطابق الثاني، الطابق الثالث، وبعد الطابق الرابع. لا شوف كذا بس وصلنا من هنا، شوفوا هاي تصعد هاي الكله حتى تصعد للطابق الاخير اللي بيه محاضرتنا، تمام. يعني كل يوم كل يوم هذا الروتين. هنا القاعات تصير هناك، هنا نوبات نصلي، فرشونا هنا مثل الزلية نصلي عليها. اوكي بهذا المكان خاف نتأخر كثير، يعني ننزل هنا بهذا المكان نصلي. طبعا هذا اكثر مكان شفته ملائم يصور بس بيه صدى، تحمله الصدى مو مشكلة. طبعا هاي القاعة المغلقة، الساحة اللي راح تشوفوني ان شاء الله اذا قدرت اصور
احنا جاي نلعب هين اوكي، قاعة مغلقة مال كرة قدم. اوكي ليش ما صور لكم اياها اصلا؟ دقيقة، هاي القاعة المغلقة مثل ما جاي تشوفون عندنا هي اللعبة مال الطائرة. نورس شو ماكو احد يمك، رحت وطبقت الباب ذاك حتى احد يطب للقاعة، باقي بس مفتوح شوية حتى لا تصير حجة علي ان انا طابق القاعة بواحدي وكذا. فشباب نتكلم عن سبب انه انا ليش ما نزل مقاطع. شباب مثل ما شفتوا هذا اللي اسويه كل يوم، هذا بشكل يومي، يعني انا اروح من الساعة 7 الصبح ما ارجع لثنتين الظهر، من ارجع بثنتين الظهر يعني وضعيتي تعبانة وتعبان من الطريق، واصلا انت راح اشوفون يعني وضعية لما ارجع انام. انام اقعد بالخمسة اوكي، يعني شباب انتهى يومي. يا الله ابث، طبعا يومية ابث على تيك توك ساعة 9:30 باذن الله، تعالوا كل يوم على البث اوكي. فشباب يعني ما اقدر انزل مقاطع بشكل مستمر، وما اقدر يعني طريقي طويل ووقتي خلصان. ان شاء الله بالعطلة راح احاول اصور مقاطع، واحتمال يعني ننزل كل اسبوع مقطع، احاول ازامن انه كل اسبوع مقطع على مود لا اقطع فرد مرة، واقدر احاول يعني ارجع والله، بس مو بيدي الوضعية. اتمنى يعني الفكرة وصلت لكم، انه انا مو بيدي انه انا ساحب على اليوتيوب وانا ورس بعد ما ينشر على اليوتيوب، لا والله بالعكس اريد انشر بس وقتي محدود. صحيح انتو حطيتوا لك بعدكم، حطيت لك عفك من المساحة. ويو شباب بعد ما زربنا بالامتحان نرجع لللوكر. شباب هذا اللوكر مالتي طبعا، هذا لوكري ما راح اطلع لكم الاسمي لان من جد اسمي ثلاثي، ما ادري ربع او ثلاثي اوكي، يلا هم اطلع اسمي ثلاثي. شوف شباب طبعا عندنا اوكي ما اقدر راح اقلب بالعرض. السلام عليكم. طبعا شباب هنا ترتيب فاشل صراحه، كنت جدا تعبانه ما قدرت اصور لكم الرجعه للبيت لان هي نفس الراحه بالضبط، فالطريق ساعه ونص او ساعه تقريبا حسب سرعه السائق. المهم يا شباب وصلنا لنهايه الفلوق او المقطع، لا تنسون اللي مو متابعنا يتابعنا، واللي ما حطنا لك حطنا لك، نراكم قريبا باذن الله.